فالله يقول وصى بها إبراهيم بنيه. والآيات في الثناء عليه كثيرة، فهو أرق عباد الله قلبا وأجل عباده ومن أجلهم خوفا من ربه. فإذا حشر العباد وحتى الأنبياء يحشرون حفاة عراة غرلا، يكون أول من يكسى من الخلائق خليل الله إبراهيم. ومما يؤمل به فيه المسلم ويطمح فيه المؤمن أن يرزقه الله عز وجل في الدنيا محبة خوفا إجلالا له.